باش تولد في عام البون، عام المشاع الكبرى في المغرب، وكل شيء خايف وكيتكلم على الحرب العالمية الثانية، أمر عنده بزاف ديال الدلالات والمعاني. فهاد اللحظة بالضبط غادي تولد عبد الهادي الزكري الإدريسي الملقب بالخياط عام 1940 فاس، في ظروف من طبيعة الحال ديال الفقر والمجاعة جعلت والد عبد الهادي بالخياط غير البلاصة أكثر من مرة ويشد الكازا، وكان عمر عبد الهادي حينها لا يتجاوز 7 سنوات. واش الزلط عيب؟ واش الفقر عيب؟ بزاف ديال الفقراء في تاريخ المغرب وصلوا لمكانة كبيرة وحققوا أحلام ديالهم. المهم في هذه القصة كاملة أنك تآمن بشي موهبة ديالتك ولا بشي فكرة وتزيد قدام، وهذا الشيء اللي دار عبد الهادي بالخياط. استقر الوالد ديالو في مدينة كازا القديمة، والتحق عبد الهادي بالمدرسة وحصل على الشهادة الابتدائية، لكن الظروف العائلية كانت خايبة خايبة بزاف، كان الفقر معشش في كل بلاصة وفي كل ركن، وهذا ما خلاش عبد الهادي بالخياط باش يكمل الدراسة ديالته في المراحل الموالية. الأب ديالو كان عنده مدخول بسيط يشتغل على قد الحال في ورشة صغيرة لأعلى الأسرة ديالته، مما اضطر عبد الهادي بالخياط للانقطاع عن الدراسة ويخدم في فرشة باش يعاون العائلة. بعد الاستقلال وتحديدا سنة 1958 قرر الأب العودة ثاني من جديد لفاس، ومن فاس ثاني هز رحيله لعاصمة الرباط. وهنا يعني في هذه المحطة الثالثة عبد الهادي بالخياط غادي يحاول يستقر في الدار البيضاء. حتى هنا القضية باقية مع مدابزة مع الفقر واليومي وظروف ديال الخبز وشد ليا نكرف ليك. اشتغل عبد الهادي شيفور في وزارة الشباب والرياضة، داكشي اللي كان قدامه، وهي المهنة اللي جعلته قريب من مقر الإذاعة الوطنية، ليقرر التخلص من تشيفور والوظيفة ويقرر يدخل اللغنة. قال مع راسه ربحة ولا ذبحة. في بداية ستينيات القرن الماضي غامر بالخياط ومشى لمصر، مدة قصيرة مشى للقاهرة وغنى شوية تماك ولقى القبول وشد الثقة في راسه في هذا الامتحان الأولاني. من يرجع للمغرب أعطاه الفنان عبد البلجيراري باش يغني نشيد العرش سنة 1962 احتفاء بأول سنة غادي يعتني فيها الحسن الثاني العرش ديال المغرب، لتكون بعد ذلك انطلاقة عبد الهادي الفنية اللي استمرت أكثر من 50 عام. غنى فيها كل شيء، أغاني وطنية وعاطفية وتراثية وصوفية ودينية، غنى على كل شيء، غنى على حياته بالطول وبالعرض. من طبيعة الحال عبد الهادي بالخياط كان محظوظ بزاف، وفي نهاية الستينيات من القرن العشرين ألقى الفنان راسه في وسط القصر الملكي، وكان لقاء مباشر مع الملك الحسن الثاني قبل انقلاب الصخيرات. في أحد الأعياد الوطنية سنة 1971 كان في حضرة الملك ومجموعة من الضيوف ديال الملك من الفنانين المصريين على رأسهم الموسيقار محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ. طلب الملك من عبد الهادي بالخياط أداء أغنية ما أمام أهرامات الطرب المصري، وخيروا عبد الهادي أشنو بغي يسمع، ورد عليه الملك أي حاجة أنت حافظها. غادي يقترع عليه عبد الهادي بالخياط أغنية ست الحبايب، وكانت صاحبتها الفنانة فايز أحمد كاين بيناتهم. وأثناء الأداء الأغنية سمع بالخياط الموسيقار محمد عبد الوهاب وهو كيقول لفايز أحمد اسمعي يا فايزة، بطريقة كلها إعجاب لصوت عبد الهادي بالخياط قدام الحسن الثاني اللي مواطن ديالو كيفتخر به من طبيعة الحال. نهاية الحفل الفني التمس محمد عبد الوهاب من الملك بالخياط بزيارة مصر باش يدير شي عمل فني تماك مشترك بين المغرب ومصر. سكت الحسن الثاني بزاف وعيط لبن الخياط وعيط له وقال لي في ودنه محذرا ومعبرا عن رفضه القاطع باش يغادر المغرب. قال ليه هو عبد الوهاب في بلاده وانت عبد الهادي في بلادك، هذه هي بلاصتك. شد عبد الهادي بالخياط مجموعة ديال الجوائز أبرزها توشيحه من الملك محمد السادس بوسام العرش عام 2009، وكذلك نال الأسطوانة الذهبية عن ألبومه الغنائي اللي قدمه عام 1973 والذي يضم رائعة القمر الأحمر اللي بلغت مبيعاتها هذيك الساعة 1,000,000 نسخة، وجائزة الرباب الذهبي عام 2002. وبعد 10 سنوات من هذا التاريخ ومن القاتلة والفن اعتزل عبد الهادي بالخياط الفن ولا كيودن في بعض المساجد، وبدا كينشط مع جماعات الدعوه والتبليغ، وتفرغ للعمل الدعوي والتربوي والانشاد الديني، ودار فيها
جوال معهم والموعظة الحسنة هنا ولهيه قبل ما يعود الغنى على هشبة موازين. داك الشيء عنده سهل هنا هيه. المهم تجربة عبد الهادي بالخياط تجربة واعرة ومهمة بزاف ديال الأبعاد، وكيبقى من العلامات والمرات المضيئة في تاريخ الأغنية المغربية. النهاية، الموهبة أتغلبت على الزلط والفقر والتهميش. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.